يقول السائل: فضيلة الشيخ، اعتكفت مرة في العشر الأواخر من رمضان، ونويت اعتكاف العشر كاملة، ثم حصل أن مرض أبي مرضا شديدا، فخرجت من الاعتكاف، ثم رجعت إلى البيت بعد يومين من خروجي من المسجد، وجلست مع أهلي وباشرتها، ثم رجعت إلى المسجد وواصلت الاعتكاف، فهل علي شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت نويت قطع الاعتكاف عند خروجك لتمريض والدك، نويت قطع الاعتكاف وإنهاء الاعتكاف، فلا بأس بذلك. وعودك المرة الثانية هذا اعتكاف آخر، هذا اعتكاف ابتداء لاعتكاف آخر غير الأول، فليس عليك شيء. نعم.